طيب نيجي بقى دلوقتي هنعمل مع بعض حاجه تانية وانا بسوي في العيش كده. لو عندي شويه رز بيتين وعندي حته لحمه معصجه ممكن اعمل بيهم حاجه حلوه جدا تنفع رمضان قوي قوي الوصفه دي. كنوع كده من انواع الحاجات بتاعت العزومات، او كنوع عايزه تاني يوم اعمل حاجه بسيطه كده ومعاها طبق سلطه وخلاص، هي كرات الرز. انا هعملها من اولها بحته لحمه مفرومه، ولو عندك لحمه معصجه جاهزه ممكن تستعمليها. هعصق حبه لحمه صغننين، حبه ملح كده على البصله دبلتها، اصلا الوك كان سخن قوي فنزل عليها لحمه مفرومه. انا خدت حته لحمه مفرومه صغيره كده، وزي ما قلت لك لو عندك كيس لحمه معصجه ابداي دي على طول، مش مهم تعصجي طبعا، بس انا قلت ايه نبداه من اول دي. انا طبعا حبه الرز الابيض مش محتاجين حاجه، اسويها كده بشويه بقى ايه بهارات، ليه سبع بهارات او ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل زي ما انت عايزه، شويه معلقه بابريكا كبيره، وعندي حبه جبنه رومي، وعندي فلفل اسود طبعا كتير. شكرا شكرا. تمام خلاص كده استوت، بدات تشكشك كده كده ايه سامعين استوت. هاخد بقى الرز، اخد بقى شويه رز ابيض انا اكون عاملاهم كده، يكون عندي بيتين او انا عملتهم زي ما انت عايزه. اشيلها من على النار بقى خلاص، وابدا اقلب اللحمه اللي انا عصقتها مع حبه الرز دول، عشان كده بقول لك بتبقى عزايم شيك قوي، حلوه قوي في العزايم، حلوه قوي لو انا عايزه اعمل حاجه خفيفه كده في الفطار جنبها طبق سلطه وجنبها ولا حاجه تاني، خلاص هو كده. بصوا كده ادي ايه البيضه والجبنه الرومي تمام، وعجنت ده كله مع بعضه، يبقى كده اللحمه المعصجه عليها الرز عليها شويه جبنه رومي عليها بيضه. اجي بقى اعمل الاطباق الثانيه بتاعه الايه شويه بقسماط وبيضه، اضرب بيضه هنا ودقيق وايه ودقيق. كوره تلزق بقى طبعا فيها جبنه وفيها بيض والرز كده كده بيلزق اهي، دقيق حاضر وبقسم وبيض، استنى بقى ما تلخبطنيش بقى، والبقسماط واضغط عليها بالبقسماط كده واحطها بقى في الفريزر واروح جايه ايه محمراها.